انتهى بالفشل وقال لك بلي احنا ما نشرح مانيولي للبرنامج ما نشرح، وحنا خذنا مسكين بالمقاطعه بون. المستشفيات اللي عندها اللي راهم احنا بسكو احنا كما معلوم رانا نمارسوا اكثر من الخدمه الحد الادنى من الخدمه، من الحد الادنى في ايطاليا قانوني راها معرفه على اساس انه في ايام الاسبوع هي المناوبه التي تبدا من الرابعه مساء الى الثامنه صباحا، وفي الايام المناوبه في الايام في الويكاند هناك 12 ساعه 12 ساعه. احنا رانا المشكله رانا نديروا مناوبه تاع 8 24 ساعه، وفي النهار رانا نديروا ديزاسترانت اللي ما يجيش في القانون، وهذا قضيه استغلال تاع الاداره لنا. احنا رانا نقدموا هذه الخدمات الزياده ما خلصوناش، ودوكا قررنا ان نوقفوهم ونطبقوا غير الحد الادنى في اطاره الصارم هذا ما كان. وراح نشوفوا ثاني في نشاوروا لي ريزيدون في اطار السنه البيضاء والاستقاله الجماعيه في الاحتجاجات الاخرى ان شاء الله.